استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر صافرية هذا اليوم السير مايكل خضوري وحرمه الليدي خضوري واللورد سنودن ومعالي أندري ديماري وحرمه السيدة فرانس ديماري والأمير أغوستو روبو بحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى وذلك للسلام على جلالته بمناسبة زيارتهم لمملكة البحرين لحضور منافسات سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 2000 للفورمولا 1 في نسخته 15 ورحب صاحب الجلالة بضيوف البلاد وأكد اعتزازه بما يربط مملكة البحرين بدولهم الصديقة من علاقات تاريخية متميزة وتعاون وثيق في شتى المجالات كما جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث حول سباقات الفورمولا 1 والدور الذي تقوم به مثل هذه التجمعات الرياضية العالمية في تعزيز التواصل والتقارب بين الشعوب بما يعمق روح الصداقة وتبادل الثقافات المختلفة متمنيا لهم طيب الإقامة في مملكة البحرين من جانبهم أعرب ضيوف البلاد عن شكرهم وتقديرهم لحضرة صاحب الجلالة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة مشيدين بما تشهده البحرين من تطور في مختلف المجالات متمنين للبحرين وشعبها دوام التقدم والرقي والازدهار.